الحصيلة تتضارب يعني ما بين يعني الآن رسميا تنقل هنا وكالة الأنباء الفرنسية 20 قتيلا على الأقل في الحريق الذي شب في مركز لعزل مرضى كوفيد في جنوب العراق، وهناك حصيلة أخرى تتحدث عن 30 قتيلا. يعني هل لديك أي تأكيدات بخصوص الأعداد؟ أيهما الأرجح؟ صهيب، في يعني الرقم غير ثابت، 20 أم 30 الرقم غير ثابت، لكن هذا الوضع ننتظر بيان أو ننتظر إيضاح من الصحة ووزارة الداخلية الموجودة في الناصرية من أجل تأكيد هذه الأرقام، لأن احنا بدأنا في 20 وهناك مصادر تقول ربما سيزداد العدد بسبب شدة الحريق وبسبب اكتظاظ المصابين بفيروس كورونا داخل جناح مركز النقل. طيب بشكل، هل هناك متضاربة ننتظر التأكيد فيها؟ هل لديك فكرة عن أعداد الأسرة الموجودة في مركز العزل هذا؟ مركز العزل هو مركز النقلة وهو معزول عن مستشفى الحسين، يبعد عن داخل محيط مركز الحسين، يحتوي على 100 سرير. أنبوب الأكسجين الذي ينفجر هو في الجناح الذي يضم 30 سرير،